السلام عليكم، ازيك يا حلوين؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. فيديو النهارده يكون مشتريات الشهر، هينزل لكم على جزئين. ده اللي هو المشتريات العادية بتاعة البقالة، والجزء التاني يكون بتاع المنظفات، وحاجة تانية ان شاء الله تنزل لكم في فيديو بعد ده بأمر الله. يلا بينا نبتدي الفيديو على طول عشان الفيديو ما يطولش. طيب عموما، هو انا اغلب الحاجات 3/4 الحاجة او معظمها، يعني 90% من الحاجة جايباها من الفرجاني. خلاص، فالمهم اول حاجة جبت جهينة. بص، مش عارفة بقالي كتير اوي نفسي رايحة عصير المانجا ومش لاقيه مانجا. خلاص، اول ما خزنتش مانجا السنه دي فمش مشكله يعني، فجبت واحد. الواحد عامل 10 جنيه، ده حلو كده جنب الفطار الصبح. جبت كرتونه بيض، لا يا ربي، 25 بيضه، لان انا عندي هنا بيض فما حبيتش اجيب كتير، يعني بحب اجيب كرتونه بكرتونه. فجبت دول 25 بيضه تقريبا، حاجه وكم، ما علينا، مش مهم، مش لازم يعني. المهم الجرانيتا جبت 2 لتر، اللتر فيهم عامل 10 جنيه، والمفروض ب12.5، بس هم عاملين عليه خصم 2.5 جنيه، يعني اللتر الواحد فيهم عامل 10 جنيه. خلاص، كمان جبت المربى بتاعت رشيد الميزان بتاعت الفراولة، عندي جوزي ولولو بيحبها جدا. انا عندي لسه نص برطمان مربى التين، فما حبيتش ان انا اجود يعني، جبت اللي انا محتاجاه فقط لا غير. البرطمان ده تقريبا عامل 14/10 حاجه كده، مش عارفه هو رسيت فين والله، معلش فسامحوني بقى. كمان جبت علبه جبنه لبانيتا اللي هي 48 قطعه، دي اللي هي الحجم العائلي، دي عامله 38 جنيه، حلوه جدا وموفره، وانا بستعملها في حاجات كتير جدا، ده غير لولو عندي بتعشقها عشق كده. خلاص، جبت دومتي اللي هي السيلفر العاديه اللي بالطماطم، عامله 7 جنيه الا ربع، اللي هي دي، انا لقيت الريسيتا اللي هي دي. خلاص، كمان جبت جبنتي، دي من الحاجات الحلوه جدا، الجبن الجميله جدا. انا عارفه ان الجبن دي المفروض ان هي مش صحيه يعني، بس انا مش باكلها اللولو يعني، نادرا لما ده بيحصل يعني. عندي جبنه قريش باكلها لها على طول، وهي عندي بتحب تعشق دومتي، دي بتعشقها عشق كده، يعني بحاول ابقى اخفيها من قدامها. فالمهم جبت الجبنتي دي عامله 7 جنيه ونص. ولمدي دي كان عليها عرض الواحدة عاملة 8 جنيه، انا كنت مجرباها قبل كده حلوة، فقلت مش مشكلة، الجبن ما بتخسرش اساسا، بتخلص بسرعة عموما يعني. كمان جبت الجهينة، جهينة لبنيتا، اللبن اللي هما 5 قطع ومعاهم واحدة، عاملين 9 جنيه ونص. خلاص، دي الجبن. نيجي لبقية الحاجة، دي بقت حاجة الفطار، حلاوة الطحينة بالشوكولاتة اخيرا لقيتها عندهم، الكيلو بتاعها عامل 30 جنيه. ده نص كيلو كم؟ 356 جرام، عاملة 10 جنيه 26، يعني 10 جنيه ونص، حلوة جدا جدا، والسايبة اللي فيها شوكولاتة احسن انه على بابا مراحل. جبت الجبنة الرومي، ملقتش اللي هي الفاتحة، دايما بلاقي القديمة، وانا ماليش تقول قوي على القديمة، بس عندي جوزي بيحبها. الكيلو بتاعها ب86، ده مش مكمل 200 جرام، يعني 198، حوالي 200 جرام، عاملين 17 جنيه. ده لانشون اللحيمي اعتقد، ده اللحيمي في الفلاسمر، كيلو بتاعه عامل 80 جنيه، يعني 79 جنيه، 95 قرش، يعني 80 جنيه. دول 312 جرام، عاملين 24 جنيه، 94 قرش، يعني حوالي 25 جنيه. بس انا تحفة، انا مجربة قبل كده، وجربت منه السادة، وجربت منه اللي بالزيتون، التلاتة احسن من بعض، بس احنا بنفضل ده اكتر. كمان جبت الشيدر المستوردة، بصوا نصيحة والله، هي الشيدر المستوردة ممكن تكون غالية شوية عن الشيدر اللي هي الباندا القوالب دي، بس الباندا القوالب دي كانت حلوة زمان، دلوقتي بتحسوها كده عاملة زي البلاستيك او زي الكاوتش كده، مش مفهومة يعني. فالمهم دي الجبنة شيدر المستوردة، دول 204 جرام، عاملين 17 جنيه 95، حوالي 18 جنيه، الكيلو بتاعها ب88 جنيه. خلاص، دي حاجة الفطار، تعالوا نشوف بقية الحاجة. بقيت الحاجات، بصوا بالنسبه للزيت، عايزه بس اقول لكم، قلت لكم الكلام ده قبل كده، انا الزيت بتاع التموين انا مش بجيبه، انا بكمل بفلوس، يعني احنا فردين في البطاقه، بكمل بفلوس لو محتاج ان انا اكمل بفلوس. يعني المفروض ان احنا لينا 6 سكر تقريبا، ولينا ازازتين زيت او 3 مش فاكره، وبناخد معاهم 1/4 كيلو شاي. فانا كده كده الشاي انا بجيبه في الخزين، وعادي ممكن اجيب تاني في نص الشهر مش مشكله، فبكمل على الزيت بحيث ان انا ما اخدش زيت التموين، واجيب ازازه زيت كريستال اللي هي الكبيره، تقعد معايا مده طويله، مش كل شهر اعمل كده، ممكن شهر وممكن شهر لا، لان بيبقى عندي الازازه لسه قاعده عندي. خلاص، فبس انا لقيت زيت سندباد ده، لقيته فاتح كده وحلو، وانا لسه ما جبتش التموين، فقلت قشطه اشغل نفسي بيه يعني لحد ما اجيب التموين، لقيته فاتح وحلو كده وجميل، اسمه سندباد، عليه عرض ب12 جنيه ونص. تمام، كمان جبت الصويا صوص بتاع ميجا، الحاجه بتاعتها حلوه جدا، وانا مجرباه في كذا حاجه، في دبس رمان وفي صويا فاتح وغامق، حلو جدا الصويا صوص غامق،
دو بصوا، هو الصويا صوص الفاتح بيبقى ملحه زيادة شوية عن الغامق، بس الغامق بيبقى أجمل وأحلى في التتبيلات. يا سلام بقى على بتعملي رز اللي هو بتاع السمك وحطيتي منه معلقة، بيديكي لون فظيع للرز. المهم يعني دي كانت عاملة 17 جنيه 95 قرش، وكان عليها عرض نزلينها ل16 جنيه، ودي كانت من سوبر ماركت بيم أو بيم على حسب ما بتنطقوها يعني. كمان جبت بديل الليمون بتاع جاردينيو عشان الناس اللي سألتني بستعمله في ايه، بستعمله في التتبيلات واحيانا في التنظيف، واحيانا بحط منه على صابون الغسيل بتاع المواعين عادي جدا يعني. دي بتاعت جاردينيو ودي عاملة 16 جنيه ونص، وهي الواحدة بتقعد معايا الشهر، لان انا بقول لكم استعمالاتي فيه في الكام حاجة اللي انا قلت لكم عليها بس، يعني عاملة 16 جنيه ونص. كمان جبت انا كنت بدور على الهوت صوص بتاع هاينز ما لقيتوش، فلقيت دورة او درة معرفش، بس هي غالبا دورة يعني. حلو، انا جربته قبل كده والحامي بتاعه مش اللي هو الحاجة اللي تضايقك وتزعلك يعني، لا شغال وحلو. فدي كانت عاملة 6 جنيه. كمان جبت المستردة بتاعت جاردينيو. جاردينيو على فكرة يا بنات حاجة وجاردينيا حاجة، انا كنت مفكرة ان الماركتين دول واحد في الاول، بس اتضح ان كل واحدة فيهم حاجة لوحدها يعني. المستردة دي حلوة جدا 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 وطعمها مش زاعق كده، عاملة 4 جنيه 75 قرش، كله ده من الفرجاني. كمان جبت انا عندي واحدة زي دي، عندي واحدة زي دي، فجبت واحدة بس، انا بالعادة بجيب الحجم الكبير بحيث انها تقعد معايا الشهر كله، بس انا لقيت عندي واحدة زي دي فقلت اجيب واحدة كمان وخلاص. دي اللي هي 200 جرام كاتشب حار بتاع هاينز، ودي عاملة 10 جنيه ونص. كمان جبت الصلصة بتاعت جاردينيو، دي كانت عاملة 9 جنيه ونص، حلوة جدا 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 جدا. لا تقولي لي بقى برطمانات ازاز، هم على فكرة عندهم برطمانات ازاز منها، دي 380 جرام، يعني زيادة عن ربع كيلو، حلوة جدا. دي عاملة 9 جنيه ونص فبلاش طبعا يعني، صلصة ممتازة ممتازة ما تفرقش كتير عن وادي فود او عن هاينز، تحفة بالعكس. العبوة الصفيح بتحافظ على الصلصة اطول وقت ممكن يعني، انت بعد ما تستعملي اهم حاجة بس تكون معلقة نظيفة، حطي على وشها شوية زيت هتقعد معاكي الشهر كله في التلاجة. جبت الهاينز، الهاينز ايه، المايونيز بتاع جاردينيو برضو نفس الماركه، ماركه حلوه جدا جدا جدا. والمايونيز بتاعها في منه اللي هو الساده المايونيز العادي، وفي اللي هو بالثوم. العلبه دي كانت عامله 18 جنيه ونص، دي 280 جرام يعني زياده عن ربع كيلو، حاجه بسيطه. الطهيه طبعا فلوسنا رايحه عليها. المهم دي الذره اللي هي الحلوه بتاعت الخضار السوتيه والسلطه والكلام ده كله، ده حلوه جدا جدا. هي ماركه بنت ناس شويه، وعلى اساس الباكج بتاع يعني المنظر بتاعها والعلبه والمعلقه والكلام ده كله، التغليف بتاعها حلو يعني، عشان كده مغلينها شويه، بس الدوره نفسها حلوه، الدوره نفسها جميله جدا. في ماركات تانية هتلاقوه الحجم اكبر وارخص، بس بصراحه دي حلوه لان انا مجرباها قبل كده وعارفه. فدي عامله 15 جنيه، دي عشان كذا حد قال لي على الصافي بتاعها. بصوا هي كلها على بعضها 180 جرام بالسائل اللي حافظ للذره جوه خلاص، انما ذره صافي 145 جرام. تمام. كمان جبت تونه ماريو، كلنا عارفينها طبعا، مشهوره جدا في الفرجاني، حلوه ولا تفرق اي حاجه عن سانشاين المفتته. هي تونه مفتته طبعا، دور كان عرض كده الثلاث قطع مع بعض عاملين 18 جنيه، والمفروض الثلاثه مع بعض عاملين 20 جنيه 85 قرش، بس هم عاملينها عرض ب 18 جنيه، الثلاث قطع مع بعض خلاص. كمان جبت مرقه ماجي، كلمتكم عنها كتير قوي، احلى واوفر من كنور بكتير. كمان المكعبات بتاعتها تحسوها قريبه للبودر شويه، مش تحسوها زي العجين بتاعت كنور. كنور حلوه، انا قعدت مده طويله جدا استعملها، بس بصراحه دي موفره وافضل يعني. العلبه كلها على بعضها عامله 15 جنيه، وكتيره وبتقعد معايا كتير جدا، لان انا مش بستعملها يعني مثلا ايه للطوارئ، مش عندي شوربه في المكرونه وايت صوص، بعمل بشاميل حاجات اللي زي كده، جميله جدا. والعلبه موفره فيها 15، دي 15 جنيه العلبه كلها على بعضها ب 15 جنيه. كمان جبت فانيليا، جبت حبه فانيليا حلوين، وجبت بيكنج باودر اللي هو الكيك شيف، لو مش موجود كيك شيف بجيب اللي هو كوكس الازرق عادي جدا، او اللي هو الجديد، حلوين كلهم زي بعض ما فيهمش اي مشكله يعني. والبتاع دي عندي جوزي بيحبها جدا، على مع ان في اطعمه كتيره بتحط على الفشار، بس بيحب مرقه الدجاج الباودر دي، فجبت منها برضو شويه كده. الحاجات دي اسعارها معروفه، تعالوا نشوف بقيه الحاجه. طيب نكمل باقي الحاجه. جبت البن بتاع العطيفي، تحفه، جربه على ضمانتي، المحوج الفاتح اللي عنده حلو جدا جدا، بن محوج فاتح فظيعه. التمن كيلو ب 15 جنيه، واحيانا بيبقى عامل عروض التمن ب 12 ونص، بس وانا جايباه ب 15. حلو جدا العطيفي ده، موجود في ال20 قصاد صيدليه العزبي اللي بعد التوحيد والنور، المحطه اللي بعد المساحه على طول خلاص، اللي هي قبل الشارع ال20.
ده التمن محوج فاتح ب15 جنيه. خلاص كمان من الفرجاني جبت ينسون، دي اللي هي العبوة الوسط تقريبا، دي 20 باكت ب15 جنيه، الا 5 قروش. ومنتجات ازيس محدش يتكلم عليها، فظيعه حلوه جدا. الناس اللي كانت سالتني على الشاي الاخضر من ازيس هاتوه على ضمانتي، الناس اللي بتسال على الشاي الدايت هاتوه على من ازيس على ضمانتي، بلاش تجيبوا الشاي الدايت بتاع رجيم بتاع رويال، وحش جدا. خلاص كمان جبت ربع كيلو شاي العروسه 250 جرام عامل 19 جنيه. وجبت الشوكولاته دي، دي شوكولاته خام بس اللي هي بالحليب، لان انا احيانا ممكن ابقى عايزه يعني ادلع نفسي بكوبايه قهوه بالشوكولاته، عايزه اشرب شويه لبن ومش بحب اشربه انا ساده كده، فممكن احط واحده شوكولاته، او لو هستعملها في الحلويات عادي. فدي حلوه جدا جدا، وبالنسبه لحجمها كويس جدا سعرها. دي شوكولاته بالحليب، دي بتاعه دريم 200 جرام عامله 13 جنيه 95 قرش. خلاص حلوه جدا جدا جدا. تعالوا بقى للنسكافيه، انا كنت بدور على الكلاسيك العادي اللي انا بجيبه واعمله، لقيت كميه بشر واقفه عماله تاخد من الفي اي بي ده، مع انه البرطمان ده بنفس سعر البرطمان يعني او اقل من سعر البرطمان بتاع كلاسيك العادي اللي هو النسكافيه العادي الكلاسيك ب2 جنيه تقريبا، فمش معقوله يعني هيجروا بالشكل ده. فسالت كذا حد قالوا لي الريحه والطعم احلى من النسكافيه، فمش مشكله انا كده كده كنت هجيب نسكافيه، وانا اي نسكافيه شغال معايا مفيش مشكله يعني. ده اسمه في اي بي، ده الكلاسيك، وفي منه الجولد على فكره، بس انا ما بحبش الجولد بصراحه يعني. وكمان عجبتني الحبوب بتاعته، حلوه شكلها كده يعني، ايه مش الحبوب اللي هي شكلها كده تحس انها متفتته بشكل عشوائي ومش حلوه. فالمهم تصدق انا ما شمتش ريحته لحد دلوقتي، هفتحه واشم ريحته دلوقتي. ريحته حلوه جدا جدا يعني. في انواع قهوه او انواع نسكافيه عموما لاول ما تشمي كده تحس انه لا مر من غير ما تدوقيه، بس حلو ريحته حلوه، عموما هجربه معاكم يعني. عموما دي عبوه عامله 60 جرام، نفس الحجم بتاع عبوه نسكافيه الكلاسيك العاديه، اسمه في اي بي، ده النوع الكلاسيك بتاعه، ده عليه عرض عامل 21 جنيه ونص من سوبر ماركت بيم او بيم على حسب ما بتنطقوها، عادي جدا يعني. كمان جبت طحينه سايبه، دول ب15 جنيه، تحفه. منين بقى؟ وجربوه من عضماتي، الناس اللي هي بتيجي عند الفرجاني اللي هنا في التلاتيني مش اللي في العشرين جوه، في عطار قصاد الفرجاني على طول، الطحينه بتاعته السايبه خطيره تحفه جدا. الحبه دول ب15 بس بيقعدوا معايا شويه محترمين يعني. مهم كمل معاكم قبل الموبايل ما يفصل. مفيش عروض مكرونات نهائي في الفرجاني، مش عارفه في ايه، نوع كده بس مش حلو خالص، وما لقيتش منه المرمريه الصغيره سوبر ماركت بيم، مفيش نفس القصه. الكازيون اللي جنبي اتنقل اساسا، راح الفرع بتاع اللي هو عشان عناصر الثوره، فما علينا. انا كنت عايزه كيلو دقيق من اللي هو الاطيب، بس الحمد لله انا متوفر عندي كيلو اهو، والكيلو ما شاء الله بتاعه بيبقى فيه بركه والله العظيم، حلو جدا، فما احتجتش ان انا اجيب دقيق فخلاص. فالمهم انا جبت شويه عطاره من عند الفرجاني، والباقي جبته من عند عطار عادي اللي هو قلت لكم تقريبا قصاد الفرجاني. المكرونه جبت حوا بقى لانه ما لقيتش خلاص، جبت اللي هي المرمريه الصغيره، كيس عامل 4 جنيه ونص، او مش فاكره والله انا جايباه من عنده او من السوبر ماركت اللي جنبي مش عارفه. المهم يعني حوا عامله 4 جنيه ونص الكيس بتاعها، مش عارفه غليت غليت يعني، بس ما علينا، مع كل حاجه بتغلي جد، احنا لسه كمان داخلين على شهر رمضان وربنا يستر. فجبت منها 4 اكياس. خلاص جبت ايطاليانو اللي هي المكرونه العود، مش عارف يعني ناس كتيره جربتها منكم ولا لا، بس جربوها في المكرونه النجريسكو بدل القلم، حلوه جدا ان شاء الله اعملها معاكم. للاسف انتوا عارفين طبعا هي ايطاليانو غاليه حبتين ثلاثه، هو الكيس عامل 8 جنيه ونص، محدش يشتم بقى، بس هي حلوه جدا جدا. انا بجيب من النوع ده للحاجه اللي انا عايزه اعملها، مش بجيبها دايما في مشتريات الشهر لاني مش بلاقيها دايما للاسف في الفرجاني كتير، بس مصدقت لقيتها بقى، فقلت بقى لي كتير ما عملتش نجريسكو معاكم، فيلا نجيب. عامله 8 جنيه ونص. وجبت كيس لسان العصفور برده ب4 ونص، وجبت 2 قلم اللي هي الفرن العاديه دي برده الواحد ب4 جنيه ونص. خلاص جبت خلطه الكفته بتاعت ماجي مع 5 جنيه، الخلطات بتاعت ماجي كلها حلوه، والكنور كمان برده حلوه، جربتها الشهر اللي فات وعجبتني جدا، عامله 5 جنيه. ما لقيتش النودلز اللي هي دجاج بالكاري، فقلت مش مشكله جبت اللي هي دي. اوقات كده بصوا بالنسبه لنا كسناكس والله، واحيانا بعملها مع خضار وحاجات، احاول اعملها معاكم مره ان شاء الله. فجبت منها 4، واحد تقريبا كان عامل 2 جنيه ونص. وعند العطار اللي قصاد الفرجاني جبت الكريسبي، انا عندي بقسومات من الشهر اللي فات متوفر، بس دي عايزه اعمل بيها حاجه معاكم ان شاء الله، دي اللي هي الحار عامله 12 جنيه.
معرفش هي في ماي واي بصراحه بتتباع بكام عشان ما فتيش يعني. نيجي لباقي العطاره، ورق لورا جبت من الفرجاني، بصوا عطاره الفرجاني وانتم مغمضين كده هاتوا منها، العطاره بتاعته حلوه جدا جدا، البهارات اقصد يعني. دول بخمسة جنيه، انا جايبه كتير لان انا عايزه يكون صحيح، وعايزه اعمل التوابل بتاعه الصواني اللي دايما بدخلها فرن، عملتها معاكم قبل كده وان شاء الله اعملها معاكم في الروتين بامر الله. فجبت بخمسة جنيه فحبه محترمين يعني، ويقعدوا معايا شويه حلوين. الرز البسمتي ده لما بلاقيه عندهم حلو جدا، ده الكيلو بتاعه عامل 14 جنيه، فانا جبت دول 500 جرام ب7 جنيه. حلو، ما يفرقش خالص عن الهندي، هي الفكره في لونه بس انه فاتح شويه، وبياخد يعني مثلا لو الرز البسمتي اللي بتجيبيه اللي هو ب30، كنت جايباه معاكم الشهر اللي فات كان الكيلو تقريبا كان عامل 30 او 35 جنيه حاجه كده، بياخد كوبايه الرز البسمتي بتاخد بدل كوبايه ميه بتاخد كوبايتين، ده ممكن ياخد كوبايتين وربع شويه، انما رز حلو جدا والله ولا يفرق في طعمه حاجه. فده نص كيلو. كمان جبت كيلو من الفاصوليا البيضه، حلوه جدا جدا في اكلها، مفيده ومغذيه، فيا ريت تجيبوها وما تهملوهاش يعني، من البقوليات الحلوه جدا. دول نص كيلو عاملين 13 جنيه و30 قرش، الكيلو بتاعها عامل 26 جنيه. خلاص جبت الكريمه السايبه او الكريم شانتيه السايب، انا بحتاجه في الحاجات دي في حلويات كتيره جدا، خصوصا الرز بلبن وفي المهلبيه، دي يمكن اكتر دول حاجتين بعملهم في الشهر عموما يعني. بصوا الكيلو بتاعه 49 جنيه يعني 50 جنيه، الكيلو بتاعه 50 جنيه، دول 298 جرام حوالي 300 جرام عاملين 15 جنيه مثلا، 15 جنيه ل 10 قروش. تمام. كمان جبت الكمون المطحون، بصوا انا بالعاده بحب اجيب الحاجه واطحنها انا، بس لو جبت من الفرجاني لا عادي الدنيا تمام، والحاجه بتاعتهم بصوا الكمون ريحته كانك لسه طحناه. الكمون الكيلو ب 65 جنيه، 64 جنيه 99 قرش يعني 65 جنيه، دول 132 جرام عاملين 8 جنيه 58 قرش. والفلفل الاسمر نفس الكلام، الكيلو بتاعه عامل 66 جنيه، دول مبكسله ليه؟ فوكس بقى، دول 142 جرام عاملين 9 جنيه ونص. اخر حاجه الحبهان، واللي مش عارفين هيفضل يغلى كده لحد ما يوصل امتى، الكيلو ب 645 جنيه، دول 34 جرام، حبه الصغنطتين دول عاملين 21 جنيه 93 قرش. اخر حاجه بقى جبتها، جبت دايجستيف، بصوا ده اخر واحد لقيته عندهم، اخر واحد اللي هو فيتنس ده اللي هو البسكوت الساده، ولا حتى لقيت اللي هو بالقرفه ولا بالقرفه وتفاح، مفيش. حتى لينو كان عندهم ما بقاش بيجيبوا، حلو جدا كسناك كده في نص اليوم، في نفس الوقت مش الحاجه اللي ممكن ايه تبوظ لك الدنيا لو انت عامله دايت يعني. خلاص دايجستيف ده تقريبا واحده عامله 2 جنيه او 2 جنيه وربع حاجه زي كده، كان نفسي اجيب علبه بصراحه لانه كانوا عاملين عليها عرض في سوبر ماركت بين، بس ما لقيتش فجبت 6 بس، كان اخر حاجه عندهم يعني. خلاص دي كده المشتريات بتاعه الشهر ان شاء الله. المنظفات وحاجه العنايه هتنزل لكم في فيديو لوحده، عشان كده الفيديو يبقى طويل قوي. سوش بقى لايك والدعوه الحلوه، اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.